إليكم في النشرة الاقتصادية. أقفل مؤشر البحرين العام بارتفاع وقدره 0.28 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 634,398 سهما بقيمة إجمالية قدرها 134,873 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 26 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 47% من القيمة الإجمالية للأسهم. حققت عمليات التثمين العقاري بالمملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في نسب معاملاتها، وذلك لأكثر من 25% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأشار عدد من العقاريين إلى المساهمة الفاعلة لعملية التثمين العقاري في زيادة أنشطة هذا القطاع وتداولاته، مضيفين أن رغبة الشركات والمنشآت العامة في معرفة أصول عقاراتها كانت من أبرز الأسباب التي أسهمت في نشاط العقار بالمملكة.